بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله راكم بخير خوتي. هذا الفيديو تاع اليوم راني راح نديرها لكم على لي سيغمون اسام بصفة عامة. هذا لي سيغمون اسام تاع السيارات اكل، كيفاش تعرفها باللي راهي اوريجينال ولا لا؟ لاخاطرش لي سيغمون هادو راهم فيهم برومي شوا ودوزيام شوا. دروك نوريكم الطريقه باش تعرفوا بها، باش تعرفوا بلي السيغمون تاعكم راهم اوريجينال. خاوتي في كل باطا كما هذه راهي فيها منشوره صغيره كما راكم تشوفوا. وهذه المنشورة راهي موش دايرينها هكذا برك، راهم دايرينها لينا احنا اللي نستعملوا لابياس اس ام باش كيفاش نفيريفو ولا كيفاش نعرفوا ولا وشن هي الخطة اللي نديروها باش نعرفوا اسكو هذه البياسة اللي راهي لهنا راهي اوريجينال ولا لا. هذو لي سيغمون راهم تاع ميغان دي تي اس تي دي، لي لاليزاج تاعها هو 80 بار 2.50 بار 2 بار 3 مليمتر صح. هذه المنشوره راهي مكتوبه تقريبا بعد 5 ولا 6 لغات حتى بالعربيه هاي لهنا. وشن هاول هذه لادريس تاع السيت هذا، تقدروا تروحوا للميكرو لعندكم ان بي سي ولا في البورتابل تاعكم الانترنت، تدخلوا هذا لادريس في جوجل ولا موزيلا ولا المصفح اللي عندكم وتدخلوا ليه باش تفيريفو يا هانترا هذه لي سيغمون او هذو لي بيستون اسام صحاح ولا لا، رام برومي اوريجينال ولا مش اوريجينال. ديما تلقاو هذا التيكي اللي راه لهنا يبرق وفي اللي فيه الكود بار هذا، تلقاوه هنا نوامر مش عارف لا يبان لكم ولا لا، هم هنايا جاو في الحاشيه هذو لي نيميرو بالاحمر مكتوبين. هذو لي نيميرو كي ندخلوا للسيت ندخلوهم في لاباج تاع السيت تاع وين كاين سيكوريتي ندخلوهم وهو يرجع لنا يقول لنا لي سيغمون تاعكم او لي بيستون صحاح ولا لا. احنا قلنا اليوم نهضروا على لي سيغمون. دركا تبعوني نروحوا للبي سي بورتابل وندخلوا للسيت ونشوفوا. خاوتي هنا قدام الميكرو البي سي بورتابل وهاي الباطا تاع لي سيغمون. دركا راح ندخلوا للسيت تاع سيت اس ام ونسالوه يا يعني ترى هذه لي سيغمون راهم اوريجينال ولا لا. اولا نهزوا هذا الرقم اللي راكم تشوفوه لهنايا، شاف أو لهنايا إن شاء الله يبان لكم، مش عارف لا يبان ولا لا. المهم أنا هزيته في ورقة كما راك تشوفوا لهنا، هزيت الرقم في 16 حرف وشيفر. وشن كي تدخلوا الموقع هذا تاع السيت اسام اكتبوه كل او ماجيسكيل كما راني كاتبهم لهنا. وهذه لا نوتيس اللي راك تشوف فيها تاع اسام راه يديروها داخل الباطا موش باش نحوا نطيشوها، راهو دايرها باش يورينا كيفاش نفيريفو لا هذه البياسة تاع اسام راهي اوريجينال ولا لا لا. وراهي مكتوبه بزاف لغات، تقريبا واحد 6 ولا 7 لغات ومكتوبه حتى بالعربيه كما تشوفوا الان.
طريقة سهلة. أولا نروح المصفح اللي هنايا جوجل ولا أوبيرا ولا اللي يظهر لكم. أنا عندي اللي هنا جوجل. دركا واش ندير؟ ندير هذه الأدريس راك تشوف فيها لهنا www.sm-verify.com نكتبها لهنا. هكذا www.sm-verify.com كما راك تشوف فيها لهنايا وندير انتري. نصبروا شويه بون. هنا دخلنا لاباج تاع السيت اس ام. كاين لهنا انجلي اسبانيول فرنسي. احنا ندير هنا روسيه. احنا ندير فرنسي هكذا. هاي جاتنا مكتوبه بالفرنسي. لهنا كاين لاباج داكوي تاعو هذه تشوف فيها هذه لاباج داكوي. وهذا السيت تقدر تفيرفو البياس تاع 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 اسام اكل شيميز بيستون البياس كامل تاع اسام لي سيغمون لي كوسيني بزاف الشيء اللي يخدموا اسام اكل تقدروا تفيرفوه اسكو راه اوريجينال ولا لا. هنا واش نروحوا؟ نروحوا لهنا السيكوريتي. هذه سيكوريتي هاري وين درت الفليشه هذه نعبز عليها هكذا نخرج تخرج منها فيريفي لوثنتيسيتي دو فو بياس اوريجينال اس ام. نحبط لهنايا هكذا نحبط ونروح لهنايا يقول لك في اونتري لو كود اس شيفر اون ريسبكتون لي ماجيسكول اي مينيسكول. حنا اكل كي شفنا الباطا لهنايا لي شيفر اللي هنا اكل محطوطين او ماجيسكول راح نكتبهم ماجيسكول. هاني هزيتهم في ورقه دركا نكتبهم. كاين ك ك اف ام 9 ومن بعد كاين ام اس 5 اكس ام اس 5 اكس ومن بعد كاين ار 5 ان 6 ومن بعد كاين ان ا جي ك. هذو راكم تشوف فيهم من لهنايا كاميرا هاني كتبتهم ان شاء الله ماني شغلت ك اف ام 9 ام اس 5 اكس ومن بعد ار 5 ان 6 ومن بعد ان ا جي ك. دركا ندير شكل نضغط عليه لهنايا دركا شوف اش خرج لي. ها هو خرج يقول لك سو كود اي فاليد. معناتها خاوتي هذا لي سيغمون تاع هذه الباطه تاع الباطه هذه راهي اوريجينال سما ما تخافوش منها. وهذو لي سيغمون اس ام راهو ماركه شابه وماركه مليحه وفيابل ومجربه وما راهي ما تدخن ما تفور وموتور تاعها كي ديروه راه ان شاء الله ما ياكلش الزيت. في الاخير خوتي ان شاء الله راكم استفدتم من هذا الفيديو ولو بسيطه. وهذه الفيديو راني درتها قبيل ودركا راني زدت عاودتها خاطرش لقيت فيها بعض الامور اللي ربما ما صوتش فيهم ربما فيها نقص ما راني صححت وهاني زدت عاودتها زدت عاودتها بالعربيه وراني رايح نعاود واحده بالفرنسويه. وكاين ناس بزاف كي ندير فيديو بالفرنسويه راهم يقولوا لي لوقت المستعمر وهذا غير معقول. انا لا درت فيديو بالفرنسويه راه كاين لي فرانكوفون سوا في الجزائر سوا في بلاصه اخرى ولي فيديو بالفرنسويه راهم اللي ندير فيهم بالفرنسويه راهم خاصين لي فرانكوفون اللي يهضروا الفرنسيه. وراه عندي بزاف لي زابوني فرانكوفون من لا بلجيك من الكوت ديفوار من السنغال من لا سويد من فرنسا من بزاف سمع. وكاش نهار راني ندير لكم الطابلو تاع البلدان
تاع الناس اللي راهم يتبعوا في لاشين حميد ميكانيك. المهم ان شاء الله كما قلت لكم استفدتم من هذا الفيديو، ونقول لكم لعزمتكم ديروا لايك، واللي موش مابونين نقول لهم ابونيفو باش يجيكم كل جديد تاع لاشين حميد ميكانيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.